صدم المتابعون ومحبو الفنان الإماراتي حبيب غلوم بخبر وفاته الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الفائتة، وفي حين أشارت معلومات إلى أن الغلوم يعاني من مرض مزمن وهو ما تسبب بوفاته، أشار آخرون إلى أن إصابته بالفيروس المستجد كانت خلف رحيله. وتناقلت بعض المواقع الإخبارية خبراً مفاده أن هيفاء حسين انهارت فور سماعها الخبر وهي بحالة صعبة جداً في المنزل مع أولادها. لكن وبعد ساعات من الجدل الذي أثير حول هذا الخبر، خرج غلوم عن صمته للرد على شائعات وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الفائتة، كما علقت زوجته الفنانة هيفاء حسين على هذه الشائعات. ونشر حبيب عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو أكد فيه أنه بصحة جيدة وبخير، وأن ما يتردد من شائعات حول وفاته هي مجرد أخبار أطلقها مغرضون، منتقداً مصدر هذه الشائعات التي تسببت في حالة من الخوف لمتابعيه ومحبيه وزملائه. يا حياكم الله، تراها إشاعة، أنا بخير ولله الحمد وما فيني إلا العافية، هذه مجرد إشاعة طالعة عندكم، والله يسامح، ولا أقول لكم الله لا يسامح اللي طلعها، حياكم الله. من جانبها علقت هيفاء حسين زوجة الفنان حبيب غلوم على الفيديو الذي نشره وتمنت لزوجها دوام الصحة والعافية، كاتبة: اسم الله عليك يا الغالي، عسى يومي قبل يومك. كذلك علق العديد من النجوم على الفيديو الذي نشره وتمنوا له الصحة والعافية، ومن بينهم الفنان قصي خول الذي كتب: الله يعطيك الصحة والعافية وطول العمر. كما علق الفنان فؤاد علي فكتب: الله يحفظك أخوي. ويقضي حبيب غلوم فترة عطلته الصيفية في المغرب، حيث قام بنشر أكثر من فيديو وصور أثناء تواجده هناك وقيامه بزيارة بعض المناطق، كما يستعد لأكثر من عمل جديد في الفترة المقبلة، إذ كشف خلال الأسابيع الماضية عن تعاونه مع الفنان الأردني منذر رياحنا.